فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأيضا ما هو صريح في الدلالة ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب بن الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: وهذا إسناد جيد. ثم ذكر رجاله. نعم، هذا هو الأصل في تحريم التشبه بالكفار، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، يدل على أن التشبه بهم في الظاهر يجعل الإنسان منهم، وهذا يختلف باختلاف التشبه، قد يكون منهم في الكفر ويكون كافرا إذا تشبه بهم في عبادة القبور والاستغاثة بالأموات والذبح لغير الله، فهذا تشبه يقتضي الكفر والعياذ بالله. وقد يكون بدعة، وقد يكون بدعة ووسيلة إلى الشرك، وذلك كالدعاء عند القبور، الصلاة عند القبور، والصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فهذا وسيلة إلى الشرك، وليس هو في نفسه شركا، وإنما هو وسيلة إلى الشرك. وقد يكون محرما كالتشبه بهم في اللباس والمشي والكلام، لأن ذلك يدل على تعظيمهم، فإنه لا يتشبه بهم إلا من يعظمهم، ولا يجوز تعظيم الكفار قد أهانهم الله. والقاعدة المعروفة الاجتماعية أن الأضعف يقلد الأقوى، هذا من ناحية، والناحية الثانية وهي أعظم أن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، ولو كان يبغضهم في الباطن لما تشبه بهم في الظاهر. فالتشبه آفة خطيرة، وقد يجر إلى المحذور، وإن لم يكن هو في نفسه محذورا لكنه يجر إلى المحظور. والمباح إذا كان يؤول إلى حرام أو وسيلة إلى حرام فإنه يحرم سدا للذريعة. على كل حال، تشبه بهم فيما هو من خصائصهم ممنوع، وهو يختلف من ناحية الحكم كما ذكرنا، والقاعدة هو هذا الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، وكونه منهم يختلف باختلاف أنواع التشبه كما سبق.